هذه طبعا صور من العاصمة بغداد من قلب ساحة التحرير قبل قليل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر مستجدات انتفاضة تشرين التي دخلت أسبوعها الثالث في موجتها الثانية. اليوم حاولت القوات الحكومية تفريق المتظاهرين في محافظة البصرة جنوب العراق باستخدام الذخيرة الحية وقنابل الغاز في ظل ارتفاع أعداد المتظاهرين خصوصا في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، وارتفع عدد الشهداء في محافظة البصرة إلى 12 شهيد. نسأل الله عز وجل الرحمة والسلوان والخلود لهم، و200 مصاب وفقا لمصادر طبية عراقية، نسأل الله أن يشافيهم. طبعا القوات الحكومية تواصل قطع جسر الزبير والجسر الإيطالي وجسر التنومة، وتحدث ناشطون بأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين قرب مبنى مجلس المحافظة التي شهدت تظاهرات يوم أمس بالتحديد. استشهد 6 متظاهرين بنيران القوات الحكومية، واليوم 6 مع الأسف. طبعا مصادر محلية في محافظة البصرة قالت بأن قوات مكافحة الإرهاب أو ما يعرف بقوات سوات قامت بحرق الخيم، وأراد المتظاهرون بناء خيم جديدة ولكن كذلك منعوهم وأحرقوها. طبعا طاردوهم للمتظاهرين إلى الشوارع والأزقة والأحياء الضيقة بعد محاولتهم لبناء خيم جديدة. المصادر أضافت بأن المتظاهرون أطلقوا نداءات استغاثة عبر الإذاعات والقنوات، بما أنه الحكومة تمنع خدمة الإنترنت، واليوم تقرير للبنك المركزي يقول لك العراق ده يخسر باليوم أكثر من 40 مليون دولار بسبب قطع خدمة الإنترنت. يعني الحكومة ده تتسبب بخسائر اقتصادية للبلد مو المتظاهرين. طبعا منذ ظهر اليوم الجمعة ازداد أعداد المتظاهرين في العاصمة بغداد وسط وجنوب العراق مع دخول شرائح جديدة كما صار اليوم من المجتمع العراقي على خط التظاهرات، أبرزها العشائر التي كان لها حضور واضح في مدن الجنوب، فضلا عن النقابات واتحادات العمال، وذلك مع دخول حركة الاحتجاجات العراقية أسبوعها الثالث على التوالي كما أشرنا في بداية هذه الحلقة. ناشطون في العاصمة بغداد قالوا بأن ساحة التحرير، وكما شفنا قبل قليل هذه صور قبل قليل، اكتظت بعشرات الآلاف من المتظاهرين، ما أدى إلى امتداد التظاهرات إلى شارع السعدون جنوبا وباتجاه منطقة الباب الشرقي، وسط استمرار التجمعات بالمئات أمام جسر الجمهورية وجسر السنك وتقاطع جسر الشهداء. والقوات الحكومية تواصل إغلاق نصف جسور العاصمة بغداد على نهر دجلة والبالغة 12 جسر، حيث أغلقت جسور الجمهورية والسنك والأحرار والشهداء باب المعظم والجسر المعلق لغاية الآن، تخوفا من عبور المتظاهرين إليها نحو المنطقة الخضراء. نشاهد طبعا في النصف الثاني من الشاشة كذلك يعني جانبا من تظاهرات اليوم في العاصمة بغداد، ونشاهد كمية القمع التي واجهوها من قبل القوات الحكومية. اليوم مصدر طبي كذلك عراقي في العاصمة بغداد تحدث وقال باستشهاد أحد المتظاهرين في مستشفى الجملة العصبية بعد إصابته، ويقول فقط يعني بسبب الإصابة، كانت الإصابة بالغة جدا، لحين وصوله إلى المستشفى بعد دقائق فارق الحياة. المعلومات تؤكد بأن المستشفيات الأخرى تلقت خلال 24 ساعة الماضية 5 شهداء من المتظاهرين. طبعا بدنا نحكي على بغداد، 4 منهم قضوا بالرصاص وواحد توفى الله يرحمه اختناقا بسبب الغاز المسيل للدموع. أكد المصدر الطبي بأن عدد المصابين بلغ أكثر من 250 مصاب، منهم 201 غادروا المستشفى
لهذا اليوم. 250 خلال 24 ساعة أصيبوا باختناقات حادة بسبب الغاز وقنابل الغاز المسيلة التي تستخدمها القوات الحكومية. معنا اتصال أحمد من النرويج، تفضل أحمد. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله يا أهل بيك. إن شاء الله الثوار، الله ينصر الثوار وينصركم على نقل الحقيقة. الله يسلمك. الله يخليك. وين أريد أنبه على شغلة مهمة، بأنه مهما احتجت محافظة البصرة، أنا من أهل البصرة ساكن بالنرويج، حياك ما تثبت ضغط، ما يصير ضغط على الحكومة إذا نتجمع مقابل بنايات، هاي البنايات لا تعني شيء لهم، إنما الضغط الأساسي وهو الحقول النفط. وارجو دعم من محافظات الجنوبية الناصرية، السماوة، الديوانية، العمارة، توجهوا، هاي فرصتنا الأخيرة، يتوجهون للحقول النفط، هي ورقة الضغط الوحيدة في العراق. أما المحافظات القريبة من بغداد يتوجهون لبغداد وقطع الجسور. صدقني خلال يومين تنتهي الدولة، تنتهي هاي دولتهم المشؤومة. نعم، أنت تشوف العنف اللي صار يعني البارحة واليوم أخي أحمد، يعني سقط عدد من الشهداء بالبصرة 12 واحد وأكثر من 200 مصاب، أكثر من 13 إلى 14 قتيل هسه حاليا بالبصرة، وأنا والدي وعندي مصادر طبية. نعم. جاي يعتمون على الأخبار، ما يخلوا منعوهم من تصريح بالأرقام الحقيقية، وجاي يخطفون الجثث ويأخذونها بالسلفادور مالتهم، سياراتهم الحكومية يأخذونهم ويخطفون الجثث على مود يعتمون على الإعلام. بس الإعلام موجود وجاي توصل الحقيقة، موجودة شرائح دولية وجاي تنقل مباشر. لذلك أنا نتمنى من الله بأن توصل هاي الرسالة للشعب العراقي واللي يسمع، بأنه يتوجه ويترك البنايات، البنايات ما تأثر على الدولة. نعم. شكرا جزيلا. أنا أشكرك أخي أحمد من النرويج، كان معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي. السلام عليكم. تفضل علي. وعليكم السلام. علي. علي. نعم. إذا تسمعني علي نصينا التلفزيون إذا عالي. علاوي أبو حسين تسمعني؟ علي. يبدو أن هناك مشكلة في الخطوط في العراق، يعني مو بس الانترنت، حتى الخطوط بها مشكلة. طبعا محافظات كربلاء، واسط، المثنى، ميسان شهدت تظاهرات واسعة في ميادين وساحات عامة شاركت بها زعامات عشائرية مختلفة. كما أشرنا في محافظة كربلاء بالتحديد أقدمت القوات الحكومية على إحراق خيم المعتصمين في ساحة التربية في محافظة كربلاء. في محافظة ذيقار فرضت قوات الأمن حظرا شاملا للتجوال على مدينة الرفاعي جنوبي المحافظة، كما أقرت إجراءات أو فرضت إجراءات جديدة في الناصرية مركز المحافظة بعد اتساع رقعة التظاهرات خارج محيط ساحة الحبوبي وسط المدينة. قطعت عدد من الطرق الرئيسية، كذلك جسرين على نهر الفرات في جانب الكرخ من بغداد. تقارير لوسائل إعلام محلية قالت بأن القوات الحكومية منعت تجمعا من نحو 100 شخص كانوا متوجهين للتظاهر في الشارع الذي تقع داخله السفارة الإيرانية، التي رفعت من وتيرة إجراءاتها الأمنية أسوة بقنصليات الجنوب في كربلاء والنجف والبصرة. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، تفضل أبو الحسن. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله. طبعا التظاهرات هي حق مشروع حسب الدستور اللي هم نصبوه. نعم. طبعا صارت قبل بالبحرين، قلبت الدنيا على البحرين، قرعوا راسنا. نعم. ابراهيم الجعفري وغيره والنواب ابراهيم الجعفري وذول قال لك احنا وجمعوا لهم تبرعات ملايين الدولارات، واحنا نقرا الفاتحه وشلون جابوهم بالسلاح، لأنه لا كذا لا شيء دافعون على جماعتهم. هنا قلبة الآية، قام يأذون الشعب بالطلقات، وأنا أقول لك لازم نوقف جنب على جنب مع جنب بإخواننا البحرينيين.
وهذا على الثاني يقول لازم تندفع فلوس مال الحرب مال الحرب العراقيه الايرانيه، لازم يدفع لهم فلوس. زين من اعتدى؟ من اعتدى على العراق؟ هم اعتدوا، ومن حق العراق يدافع عن بلده عن وطنه. هذول يعني مليون وجه اسرائيل، وجه امريكا، وجه ايران. يعني ايران عبالك ما اعرف، يعني ما اعرف شنو ذول المله هاي، ما اعرف. يعني المتظاهرين مالتنا مو بشر، وذولاك بشر. فذول عندهم ازدواجيه بالعقول وبالمنهج اللي يمشون به. فمصيبه مصيبه، يعني مصيبه. يعني العراقيين هم يقتلون بالسلاح بالاطلاقات الحيه، ما معتبرينهم بشر. انا هسه كل يعرفون، يعني يعرفون هسه كيف، يعني يعرضون المشاهد هاي بساعه التحرير. نعم. يعرضوها بشاشه كبيره، عمود يعرفون الملالي العمايم جت من ايران، وكانوا حفاه هسه مليارات وخدم وحشم. فدول ضد العراق. نعم. وهذول ترى خلص رصيدي، انا اسف والله. حياك الله ابو حسن. ابو حسن من بغداد كان معنا. معنا اتصال نايف من السعوديه، تفضل نايف. نايف تسمعني؟ انقطع اتصال مع نايف من السعودية. طبعاً اليوم عضو في البرلمان تحدث إلى صحيفة العربي الجديد وطلب عدم ذكر اسمه. يعني إذا حتى البرلماني خايف يذكر اسمه، اعلم أنت في دولة بوليسية، وما نشاهده يعني من مقاطع تكفي من القمع الحكومي المتواصل. قال بأن الاعتقالات متواصلة في المحافظات الجنوبية، وأشار إلى أن هناك ترويع وإرهاب حكومي وحزبي لسكان الجنوب المعترضين والمنتفضين على الحكومة. المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت اليوم الجمعة عن مقتل 23 عراقي. احنا نقول استشهدوا 23 عراقي لأن الناس رافعة كلمة الحق. 23 عراقي قتل استشهد وأصيب أكثر من 1000 آخرين في بغداد والمحافظات الجنوبية خلال 4 أيام فقط. هاي طبعا بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان، هذه المفوضية التابعة إلى البرلمان أو المتصلة بالبرلمان. معنا اتصال، بعدين نكمل الأرقام، أرقام مفوضية حقوق الإنسان. خالد تفضل. ألو. خالد من لندن، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا أبارك بجهود قناتكم هاي الجبارة. حياك الله، هذا واجبنا أخي. والله العظيم أنتم بيضين وجوهنا من بعد الثوار. طبعا الله يبارك بك. يعني الواحد يتفرج على قنواتنا الأخرى العراقية، مع الأسف يسموها عراقية، يعني ما أدري كأنه هم عايشين بغير كوكب. نعم. وبدون أي مبالغة، ما يصدق يتفرج على التلفزيون ويباوع وحدة وحدة ويشوف مسلسلات وموسيقى وبرامج وكأنه ماكو شيء. نعم. وهاي بالإضافة اللي تصريحات الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية خنايمة، ما لها شغلة بالعراق. نعم. وبعد أحسن خاطر إحنا بنعرف أوادمنا. الاتحاد الأوروبي البارح يصرح يقول عنف مبالغ به، يعني كأنه إذا يقتلوا لهم 2 3 يعني أوكي، لكن لين قتلوا لهم 20 و100 هاي لا ما يصير. فإحنا إن الله وجهود الثوار ونعم بالله. وقناتكم هذه طبعا والله العظيم المفروض كل عراقي ما يتفرج غير بس على الرافدين، أقسم بالله بدون أي مبالغة. نعم. شلون تشوف القمع الحكومي اللي دا يصير؟ يعني يومية دا يزداد أخي خالد. يعني طبعا اخي طبعا، يعني كانه احنا داخلين حرب. يعني يطلع عادل عبد المهدي يقول اني ادعو المتظاهرين ان يستمروا بتظاهراتهم. شلون تقرا هذا التناقض؟ يوميا يسقط شهداء، يعني وعشرات الجرحى، واحراق خيم، واعتقالات متواصله، وخطف. والله الصراحه اني اقراها واشوفها كلها كلاوات ايرانيه. يعني هاي خرافات إيران بيعلموهم ويدرسوهم، يعني مع احترامات كل الأطياف، حتى كلام المرجعية اليوم كأنهم لقنيه. يعني ما يصير تأييد للقتل المتظاهرين بحجة والله كل جهات خارجية تتدخل. أي جهات خارجية؟ رحمة لأهلكم.
اي جهه خارجيه 16 سنه الشعب مات اندمر. نعم. والله انا احكي لك بحرقه قلب كاني بنص الموقف. نعم. اقسم بالله. فهاي هاي هاي هم كلاوات ايران معروفه، ايران من ايام ما كان كسرى كلاواتهم والمكائد مالتهم. نعم. فاحنا ما عندنا غير الله وجهود الشرفاء اللي مثلكم وثوارنا بالدرجه الاولى طبعا هاي من وراء نعم. الله الثوار. ونعم الله يقويهم ويخليهم صامدين يبيضون وجهنا. امين، ربي يحفظهم وينصرهم يا رب. اني اشكرك اخي خالد من لندن مع الاتصال ابو رقيه من واسط، تفضل ابو رقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي انا بالمظاهرات من يوم 25 لحد الان نازل للبيت، نايم بالمطعم التركي. نعم، ها انت ببغداد حاليا. نطلب من قناتكم الموقره انه توثق بعض الاعطاء اللي نعم ابو رقيه. ابو رقيه تسمعني؟ ابو رقيه انقطع الاتصال مع ابو رقيه من واسط، انا افتهمت انه متواجد في المطعم التركي في بغداد. وسام من بريطانيا، تفضل وسام. شكرا اخي العزيز. انا والله حبيت يعني ابارك جهودكم بهذا البرنامج الرائع. الله يسلمك. انا هالايام يعني هذا الشهر اللي فات ولسه هذا شهر تشرين امشي ورافع راسي لانه العراقيين اخوتي هناك رفعوا راسنا بمحاربه هذه الحكومه الظالمه، هذا النظام الظالم اللي بس حاول التفريق بين الاخوه سنه وشيعه وكراد وعرب. كافي كافي عاد، نريد تغيير، خلي يفهموها. ما ادري شلون نقول لهم اياها، بنقول لهم اياها بالعربي ما دا يفهمون، تريد نقول لهم اياها بلغه اخرى ما ادري شنو اللي شلون نوصلها للعقليات المتحجره بحيث نخلص منهم. نعم. وشكرا عزيزي. انا اشكرك اخي وسام من بريطانيا كان معنا. طبعا نرجع على بيان مفوضيه حقوق الانسان في العراق، تقول تفصيل البيان طبعا تقول بان 23 عراقيا من المتظاهرين قتلوا وأصيب 1077 من المتظاهرين بين الثالث والسابع من الشهر الحالي بأربعة أيام في العاصمة بغداد وفي كربلاء والبصرة وذي قار ومدن أخرى. طبعا أكدت المفوضية اعتقال أكثر من 200 من المواطنين في نفس الفترة بين يومي 3 لغاية 7، من يوم 3 لغاية البارحة من الشهر الحالي. طبعا منظمة Human Rights Watch قالت بأن القوات الحكومية تستخدم القنابل الغاز على المتظاهرين مباشرة، مما تسبب بسقوط عشرات الضحايا. هذا تقرير راح نجي على تفصيله بعد قليل. عاجل موجود على الشاشة نقدر نشوفه. نقرأ رسائل واتساب. يقول شيوخ عشائر ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين تتضامن مع المتظاهرين في مطالبهم، ومنهم الشيخ عشيرة أبو حشمة بحسب الرسالة ما كاتب اسمه. يقول السلام عليكم، يقول الحكومة قادت الشعب إلى الخراب بشتى الوسائل والإمكانيات، يجب أن يصبح العصيان على كل فرد من أفراد الشعب، وهذا حق من حقوقه بل واجب وطني. نوار من هولندا يقول عاش العراق وعاشت الثورة. رسالة من منير من مصر أو عبد الرحيم منير من مصر يقول ربنا ينصركم، دعواتنا لكم ولثورتكم، ثورة العزة، ثورة الكرامة، ثورة شعب ضد الظلم. نعم. أبو رقية من واسط، فضل أبو رقية. السلام عليكم أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل عيني. أنا اتصلت بكم قبل شوية انقطع الاتصال. نعم، حياك الله، تفضل.
اكو بعض الجهات جاي تقول تروج ترويج كلام انه ماكو اي متظاهر بساحة التحرير. نعم. موجودين متظاهرين انا من يوم 25 بساحة التحرير ولحد الان ما لك ما حط رجل. نعم انت متواجد حاليا بساحة التحرير ابو رقية؟ انا بالمطعم التركي. نعم حياك الله سلمنا على كل الموجودين ابو رقية امانة. يوصل سلامة. ربي يحفظكم. احنا محتاجين دعمكم بالقناة. نعم. لان ماكو اي قناه داير تصور هناك اي تصوير ماكو محاربين الاعلام حتى النت قطعوا علينا جاي يقتلون بينا حش السامع يعني يقول مو عراقيين وبالمناسبه اخ عمر خلنا اقول لك فد شغله نعم هاي للعالم كله اقولها ما دام هي هاي قناتكم جاي بث مباشر جاي يطلع نعم ترى قوات ايرانيه قليله موجوده بالخضراء نعم. اللي جاي يقتلون كلهم عراقيين جاي يقتلون بالمواطنين كلهم عراقيين ميليشيات انا اكد لك هذا الشيء نعم من الميليشيات يعني انت بما انه قريب على الحدث شفتوا فد زي معروف من دول الميليشيات المنفلتة العصائب وبدر وحزب الله جاي يلبسون لبس مال سوات يلبسون لبس مال سوات ويطبون بهيئه مكافحه الشغب ويضربون بالمتظاهرين مصادر موثوقة أنا شفتها بعيني وعندي تصوير وتسجيلات الحالات قمع وأدز لكم إياها إن شاء الله دزلنا إياها أبو رقية نعم طمننا شلون وضعكم وضع الشباب شنو اللي محتاجيه حتى توصل رسالتكم الوضع بساحة التحرير وضع زين بس أكو بعض الجسور جاي جسر الأحرار وجسر السنك رمي حي وجاي هذا المسيل الدموع ده يضربوه بالرأس يعني يطبق فره وشعيره بالرأس ويضرب لا حول ولا قوة إلا بالله يصير على أساس الدولة هي تبرت منها يقولون مو احنا جاي نختطف لا الدولة هي جاي تختطف ويعتقلون وجاي من الأهالي يروحون يقولوا لهم مثلا أبنانا ضاعوا أبنانا فقدوا يقولوا لهم مو يمنا مو يمنا نعم نعم أبو رقية أريد أسألك بعد أكثر بما أنه أنت في قلب الحدث اليوم مثلا أنت تشوف أنه عادل عبد المهدي يتهمكم أنتم كمتظاهرين يقول وياكم ناس لابسة لباس عسكري يقول 150 واحد رصدناه أكو هذا الحكي أنا راح أوصل لك هاي المعلومة هاي الغيرة العراقية الغيرة حقيقية هاي موجودين صحيح لابسين ايش لباس عسكري هذول يا اخواننا بالدفاع وجاي يضربون مكافحة الشغب لان مكافحة الشغب جاي يضربونه يعني ذول صارين الحالات صحيح ها يعني صد موجودة بس نعم هاي مو متظاهرين ذول مو متظاهرين لا هو يقول متظاهرين لا مو متظاهرين هذا وهم هو جاي يقنع به نفسه اي هو هاي النقطة اللي انا بعد ما تعبر علينا ذن الشغلات نعم مال مندسين مسرحية هم اللي مخترعينها نعم لأن يتهموكم أنتوا دعت تستلمون مساعدات من الخارج أنتوا وراكم مؤامرة وإلى آخره شو ترد عليهم إحنا مطلبنا مو عادل عبد المهدي وبس الحكومة شلع ضرمتها كلها تروح إحنا نريد نظام رئاسي سيد مقتدى وهذا العامري بإيران جاي يتفاوضون على قمع المتظاهرين وإن شاء الله من يجي النت أزودكم كل الحالات القمعية اللي صارت على المتظاهرين وأنا أشكر قناتكم الموقرة نشكرك إحنا أكثر وإذا عندك أي رسالة أو من الأخوة المتواجدين معاك في ساحة التحرير أو في المطعم التركي جبل أحد الكلمة لك مفتوحة أنا أريد أوجه رسالة نعم للمواطنين الشرفاء اللي نعم. منتمين اللي يسمون نفسهم على أساس تابعين الفصائل الحشد الشعبي نعم إنه ما يضربون عراقيين لأن ذول أخوتهم الإيراني ما يحبه الإيراني يريد يدمر البلد يريد يسوي العراق ساحة حرب نعم وجاي بس أوصيهم أقول لهم لا تضربون عراقي هذا ابن بلدك احنا دم ولحم سوى نعم وانا اشكر قناتكم ممكن اسالك سؤال ابو رقية قبل ما تروح ولو اخذ من وقتك تفضل لا بالعكس
تنظيمكم، أكلكم، شربكم، إحنا دا نشوفه بالمقاطع صراحة والله، وأنتوا رفعة راس. إيه. بس أنتوا شنو الحاجيات اللي محتاجيها حتى توصل الرسالة؟ طبعاً يعني إحنا دا نشوف العراقيين هم دا يقدمون المساعدة، أنتوا دا تقدمون المساعدة لنفسكم ولإخوانكم، بس لربما محتاجين شيء حتى توصل الرسالة. تعرف نت بالعراق ماكو. احنا نحتاج دعم الامم المتحده ان توقف ويانا. نعم. ومنظمه حقوق الانسان حالات القمع اللي دفير. نعم. واحنا بالنسبه للغذاء او الدواء جاي يجينا بصوره منظمه من الاهالي، مو نعم. من الدول مال الخارج. تبرعات اهالي. نعم. ده تجينا اكل، شرب، اسعافات اوليه، وناس ده تتبرع. يعني الفقير اللي جاي يتبرع مو يابو الفلوس، يعني هي المشكلة، الفقير جاي يتبرع للمتظاهرين. نعم. رب يحفظكم. أنا عندي صديقي جاي يشتغل، الله يسلمك، جاي يشتغل يوميا ب 15,000 وجاي يجي يتبرع به للمتظاهرين. الله الله. والله ما أدري شو أقول لك أبو رقية، يعني والله تعجز الكلمات. تعجز الكلمات، الله يحفظكم. أمانة قناة الرافدين تسلم على كل من هو متواجد في المطعم التركي جبل أحد وفي ساحل التحرير، أمانة هذه. نشكرك وإحنا نسلم عليكم. الله يسلمك، الله يخليك، الله يحفظكم، الله يحفظكم وينصركم يا رب. الرافدين الموقع عيوني لكم. الله يسلمك. الله يسلمك. مع السلامة، في أمان الله. مع السلامة، مع السلامة، في أمان الله. بعد ما أقدر أحكي بعد كلام أخونا أبو رقية من ساحة التحرير. معنا اتصال أم مخلد. تفضلي أم مخلد. ألو. تفضل يا أختي. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي؟ أهلا وسهلا بيك، يا أهلا بيك. طبعا يعني يعجز اللسان شحكي لك، يعني أنا عندي ولد عمره 17 سنة من 11 يشيد جرحة وشهداء وخطية، يعني ما قعد ولا لحظة، وضربوه بالفكين ورجع مرت الله همينة على المظاهرات. نعم. رأسا ضربوه بعينه، ضربوه بعينه، فعينه هسه ما يشوف فيها، ما خدناه دزوه أكثر من مستشفى ودزوه على دكتور خاص، قال هاي هنا ما تفيد عمليته، مو هنا إلا بشمال العراق. نعم. زين، وأنا جاية ناشدكم أنتم الشرفاء، ناشد كل عراق الشريف. نعم. العملية قلت هذا شاب عمره 17 سنة. نعم. وأنا أمه باوع له، يعني لا أولى ولا قوة. زين، من يوم 25 الساعة 7 العصر. نعم. زين، وأترجى من عندكم، هو هذا لو شريف عادل عبد المهدي، والله العظيم ما عنده كرامة، قاعد يباوع عدك. إذا أنت شريف بلزمتك، يعني اطلع، ليش يجي كسرت العالم؟ نعم. زين، يعني شلت خطة كلهم، يعني لا حول ولا قوة، يعني ماكو ولد اليوم هين على أمه. لا حول ولا قوة. زين، شرف ما عندهم ولا غيرة أبد، لا والله العظيم، يعني حتى ضربوا إيرانيين. نعم. أم مخلد، إن شاء الله الخيرين موجودين يسمعون صوتك، ورقمك موجود عندنا، وإن شاء الله يقدموا لك المساعدة بأسرع وقت ممكن. أم مخلد ابنها متظاهر انصاب بعينه، محتاج عملية في شمال العراق، رقمها موجود عندنا. الله يعينها، الله يعينها ويعين كل أم استشهد ابنها أو ابنها مجروح. والله الكلمات تعجز صراحة، تعجز أمام هذه التضحيات وهذه البطولات. يعني تقول الصوب ورجع مرة ثانية وكذلك الصوب. اتصال، ما سمعت الاسم عذرا. أبو أحمد من السعودية، تفضل أبو أحمد. تفضل أبو أحمد، تسمعني أبو أحمد؟ أبو أحمد، يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو أحمد من السعودية. معنا اتصال ريم من الكويت، تفضلي ريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضلي أختي. مشاعرنا كثير حزينة على العراق. نعم. يعني الحكومة هي تشوف نفسها خلاص، الشعب الشهداء قتلتوا من أروع الشهداء. أنت يا رئيس الحكومة قوم استقيل، قدم استقالتك.
حفاظا على الشعب العراقي. قاعد ليش؟ قوم. شنو سويتوا بالعراق انتوا؟ ابي اعرف شنو انتوا سويتوا. انتوا دمرتوا العراق، رجعتوا له 100 سنه لورا. قوم من مكانك. يعني هذه المظاهرات اللي تشوف العالم على التلفزيون كلها ما يعرفون ان انت غلطان؟ يعني كلهم غلطانين، امهاتهم شهداء. وبعدين ايران، هذا قاسم سليماني شنو هذا اللي جاي بالقنابل على الشهداء؟ والله يقطعون قلبي. يعني انا ام اشوف هيك يسوون، والله يقطعون قلبي. ليش هيك يسوي بالعراق؟ ليش يسوي بالعراق؟ هو يريد، لان الحكومه متواطيه مع ايران، ما لا. تقدر تطلع ولا يقدرون يشيلوا من مناصبهم، لان اذا شالوا مناصبهم تقتلهم ايران. فأنا أوجه ندائي للمتظاهرين، الله يخليكم ويحفظكم، خليكم مستمرين في التظاهرات إلى ما تسقطون الحكومة العميلة لإيران، حكومة الفارسية، حكومة فارسية تكره شعبها، تكره شعبها. والله أنا قلبي يتقطع، والله العظيم أنا من اليوم والله صدق أخويا فاتحة على الرافدين، والله ما شلت من المحطة على الرافدين. لا. أشوف الأخبار وأنا تعبانة جدا جدا تعبانة. يا حكومة تحرك، قوم. إذا أنت يا هذا رئيس الحكومة نثرياته باليوم بالشهر مليون دولار، طيب شنو انطيت الشعب؟ الشعب شنو خذه؟ خاف ربك تحاسب، هذا حساب عسير عند الله. الشهداء اللي راحوا برقبة منه؟ برقبتك انت ان شاء الله يوم القيامه عند رب العالمين العادل الحاكم، ان شاء الله ياخذ حق الشهداء وامهاتهم المساكين اللي قاعدين يبكون بالتلفزيون. اقول حسبنا الله ونعم الوكيل، واستمروا يا قناه الرافدين، الله يرضى عليكم. انا من المعجبه في القناه، وعلى طول افتحها والله من الصبح فاتحتها لقيت هسه انا احكي معاكم. نشكرك اختي ريم، الله يسلمك يعطيك العافيه. ريم من الكويت كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نعم، هذه اللقطات طبعا من محافظة البصرة لهذا اليوم، اليوم هذا بالتحديد من محافظة البصرة تقريبا قبل ساعتين. أبو عمر على رسالة على الواتساب يقول السلام عليكم، يقول بقطع النت حكومة عادل زوية
جاءت لتكمل مؤامرة عجمية أمريكية كما يقول لإعادة العراق إلى القرون الوسطى. معنا اتصال أبو علي من ديالة، تفضل أبو علي. أبو علي أهلا وسهلا بك، حياك الله، حيا قناتكم الشريفة، الله يحفظك. من خلال قناتكم وحي قناة دجلة اللي غطي المظاهرات. نعم. وحي أول عبد الوقت مساعدي عن طريق شاشتكم، وأترحم على جميع شهداء الانتفاضة، والله يشفي كل الجرحى بحق الحبيب المصطفى محمد. آمين يا رب. ويشفي أخواننا المتظاهرين اللي واقفين على جسور بغداد. واطلب من المختلف خلي الخيمه ما تنصارت. اما بالنسبه لخامنئي والرجل حل قتل المظاهرين شرعا، حل القتل المظاهرين شرعا، لكن يروح بدوه اسم الطفل اللي عمره 15-16 سنه جاي واقف على 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 جسور بغداد الشريفه. يعني نعم ابو علي، المظاهرين شباب صغار اطفال ورود يمثلهم بالاسرائيلي والامريكان، يعني حل القتل شرعا، لكن يروح بدوا الاسمهم. وللاسف للاسف قيس الخزعلي والعصائر والاحزاب الباقيه حزب الله من شباب وغيره بيقتلون باخوتهم، لكن هم يعرفون نتائجهم، يرحلون الايران بكان اللي جو منه يرجعون من عنده باذن الله. نعم. وشجاعه الواقفين وشرفهم. نعم. أنا أشكرك أبو علي من ديالة كان معنا، وإحنا دلاحظ يعني التشويش. طبعا معروف النت بالعراق مقطوع، يعني ما أعرف حكومة عادل عبد المهدي مصدقة أنه إذا قطعت الانترنت راح تموت التظاهرات وراح تخلي المتظاهرين يرجعون لبيوتهم. ما أعرف يعني كل عقلها تسوليف، كل عقلها تحكي، كل عقلها تسوي سد الانترنت. ما تعرف أكو 100,000 طريقة لكسر هذا القطع، والنوع فوق هذا تشوش على الخطوط العادية. معنا اتصال سعد من السعودية، تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا أخي. حياك الله يا أهلا بك. بارك الله في هذه القناة الشريفة. الله يسلمك. وأنا كلمة واحدة بقولها لظالم عبد المخزي، هذا ما هو عادل، لو أنه عادل كان عادل في حق الشعب. فأذكره بحاجة واحدة، وإن شاء الله أنها تصير مصيره القذافي، حتصير مصيرك مصيره إن شاء الله. وبالنسبة للعراق أنا والله ماني خايف عليه، على هاللي صار. شكرا أبطال العراق، إن شاء الله إن شاء الله أنتوا مع الله معاكم ما هو خلقه. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال أم أحمد من السويد، تفضل يا أم أحمد. أم أحمد انقطع على اتصال مع أم أحمد من السويد. رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: تحياتي لكم وللشباب المجاهد. يقول: الله ينصركم بإذنه. والأخوة العراقيين أول شعب يقول يسوي حظر تجوال على الحكومة. يقول: شعب جبار، الله ينصركم على الحكومة والأحزاب الفاسدة، وأتمنى تواصلون ثورتكم رجال ونساء، والنصر قريب لكم بحول الله وقوته. أبو ناصر. رسالة أخرى يقول فيها: تحية خاصة لك. نعم، يقول: تحية خاصة لك أخي عمر، وبارك الله في جهودك وكادر قناة الرافدين الأعزاء، كل الحب والاحترام، حياك الله. شايع الطائي الحوازي من السويد يقول: صدقوني القول، لولا رضاية أمريكا لما قتل أي عراقي بيد إيران وذيولها ومرتزقتها. إذن هذا القمع الإيراني بغطاء أمريكي تام، فلا تستثنون أمريكا في شعاراتكم أيها الثوار الأحرار المحتلون. أم واحدة. أم أحمد من السويد تعاود الاتصال، تفضل يا أم أحمد. مرحبا. مرحبتين، أهلا وسهلا بيك. شلونك أخي؟ الله يسلمك بخير، الله يحفظكم، تفضل. يعني بس حاب أوصل رسالة للجماهير اللي طالعة. نعم. أحب أقول لهم اصمدوا وصبروا، وإن شاء الله صبرهم ما يروح بلاش، وهاي الحكومة الله يجيها يوم وتنقلع، والله يساعدهم واحدة وياهم، كليتنا كل العراقيين اللي بالسويد قلبنا وياهم، وندعي لهم وإن شاء الله يكون صامدين على طول إن شاء الله. وأتمنى عندي رسالة بس أريد أوصلها للجماهير طالعة بخصوص الرئيس العراقي
الرئيس البرهم صالح اللي طلع يخطب بالخطاب انه هو راح يغير المفوضيه وراح يغير انتخاب وراح يغير ويغير، كله ترى كذب بكذب. طلع قبل كم يوم واحد نائب بالبرلمان حكى واعترف قال كل هذا ما يسوي برهم صالح لانه برزاني والاحزاب الكرديه ما تسمح له لا يغير رئيس الحكومه ولا يغير اي شيء بالقوانين مال الانتخابات وبالدستور ممنوع، وهددوه انه اذا غير اي شيء راح يشيلوه من كرسيه. بهالعباره قال هذا النائب اللي بالبرلمان، قال انا كنت حاضر وسمعته. فاتمنى العراقيين اللي طالعين بالمظاهرات اتمنى يشيلون لافته ويقولون بعد مره رئيس جمهوريه كردي ولا من اي، احنا بلد العراق بلد عربي مو بلد كردي، الكردي ولاء للاكراد. لا مو كلهم اختي، يعني خلينا نكون واقعيين. انا ما احكي اخوي، انا ما احكي على الشعب، الشعب الكردي كلهم خوش ناس. الشعب الكردي انا احكي على الاحزاب الحاكمه البرزاني وغيره اللي هم يهددون برهم صالح ممنوع تسوي اي تغيير ترى نشيلك من الكرسي، بهالعباره قايل هي. فيرفعون شعار واتمنى صوتي يوصلهم، رئيس العراق يكون رئيس عربي، ما اريد رئيس من اي، لان ولاء ما يكون للعرب، ولاء للاكراد، هذا شغله كله بس للاكراد، حتى الوزراء العينوهم بس يشتغلون بس احنا كان عندنا سفير كردي حارس سوى هنا ويا العرب، ينحاز للاكراد على مود العرب. فما اريد، اريد عراق موحد، عراقي يحكم عربي، لان احنا اغلبيه عربيه. الاكراد جزء هم اقليه، مو هم اللي يمشون كلامهم وقوانينهم علينا، هم لازم يتبعون قانون البلد، بلد اللي حكمه رئيس عراقي مو رئيس كردي. مهما يكون ولاء للاكراد، فاتمنى هذا الشعار يرفعوه، يريد رئيس عراقي حكمه رئيس عراقي عربي، حتى لو كان مسيحي، مو شرط يكون مسلم، لان احنا جربنا المسلمين بكل الانواع. مو مهم، بس المهم عراقي وعربي، ما نريد غير واحد. وهذول اللي قاعدين يحكمهم سليماني اللي يطلع بالاجتماعات حاضر يقولون احنا عندنا سياده وما نقبل اي تدخل من اي دوله. نعم. ليش يقبلوا سليماني يحضر كل الاجتماعات ويحضر كل اللقاءات اللي تصير وهو يحكمهم ويامرهم؟ وهادي العامري وقيس الخزعلي وعمار الحكيم ذول الخونه عملاء الايران، كل شيء ايران تحكمهم تامرهم ينفذون حتى لو على حساب الشعب العراقي، ذول كل اللي استشهدوا اللي تكرم اللي لابسين رجلهم يروحون ينفذوا لهم لهذول الحراميه اللصوص اللي جونا صار لهم سنين. نعم. ما شبعوا بوق، ما شبعوا نهب، ولدهم يتونسون بدول اوروبا. نعم. وولدنا هنا يموتون. نعم. انا اشكرك اختي ام احمد من السويد، رساله من ام خالد من الكويت تقول اشكركم على هذا البرنامج واقول للمتظاهرين استمروا بكسر خشوم إيران. رسالة يقول فيها الله يحفظ العراق وأهل العراق سنة وشيعة أجمعين، آمين يا رب، من كل شر، والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ونحن وأنا أخوكم خالد من موريتانيا واصلوا حتى تسقطوا حكومة المصغر الإيرانية، واحد واحد الدم العربي واحد، يقول نحن معكم. رسالة، طبعا أنا أعتذر عن قراءة الرسالة باللغة الإنجليزية، فقط الرسائل باللغة العربية وتكون قصيرة. أبو علي من ألمانيا يقول ممكن أتكلم من خلال قناتكم. يا أخي تفضل الرقم يمك مباشرة، ولو يمكن ما بقى فقط ثلاث دقائق ممكن تلحق ويانا على دقيقة واحدة. نعم، الرسالة الطويلة، والله أعتذر من قراءة الرسالة الطويلة، لا يكفي الوقت. نعم، أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. زاد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك يا ابو عمر، تفضل. حيا الله قناه الرافدين، وحيا الله مشاهدين قناه الرافدين. حيا والدوم، الله يسلمك. ورحمة على شهدائنا والشفاء العاجل للجرحى باذن الله تعالى ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اخي العزيز، احنا بالنسبه انا ناشر من التظاهرات اللي باب الشرقي اللي متواصلين، يعني كل يوم متواصلين الحمد لله والشكر. ثبات المظاهرين في ساحة التحرير ثبات قوي، ثبات روح وطنية معنوية عالية. وأي كلام أبو رقية اللي قاله بالمطعم التركي اللي كلامه هو صحيح، أنه أكو قوات اللي قاعد تضرب بالمظاهرين هم قوات من فيلق بدر من هادي العامري، وقوات من فرقة 57 وصور 56 اللي أسسها المالكي آنذاك، واللي الدلائل اللي وضحت بهاي الامور. اخي العزيز، عندنا نشطاء هناك من قرب كراده مريم، فعرفوا بهم انه هم اللي قاعدين يضربوهم وصوروهم اللي وجوههم اغلبيتهم مع احترام
الجنوب اغلبيتهم من اهل الجنوب اللي هم موجودين هناك ومن منطقه طويريج. اللي حاضنهم مالكي واللي حاضنهم هادي العامري واللي تدعمهم من الشيات ضباط الدمج اللي موجودين من حزب الدعوه ومن فيلق بدر يعطون الاوامر ويضربون على الشعب العراقي. فيقولون يعني مع احتراماتي للمظاهرين فالكلمات غير لائقه، كلمات خطا وفشار على المظاهرين اللي امامهم في عبر السياج اللي موجود بين الجسر بيناتنا. فيسمعون صوتهم وكلامهم اللي غير يعني غير هو يعني مع احتراماتي يتقبله المظاهر العراقي وهو عراقي من جلدتنا يتكلم هذا الكلام المسيء للشعب العراقي. ونفس الوقت اخي العزيز نفسهم هم الموجودين من نعم اخي ابو عمر اللي هو من حزب الدعوه يدارون في باب الشرجية ويجون بساعة التحرير ويفترون مع المظاهرين الموجودين الان مندسين. نعم انا اشكرك ابو عمر وعذرا على المقاطعه، ما بقت سوى ثواني لختام البرنامج. رساله من ام ناصر من السعوديه تقول السلام عليكم، اشكركم على برنامجكم الرائع اللي يوضح لنا احداث العراق، تقول الله ينصركم على إيران. طبعا بالختام فقط يعني احنا شفنا انه رئيسة بعثة الأمم المتحدة الحالية في العراق جينين هينس، وهي كانت وزيرة الدفاع الهولندية في هولندا، بالعام 2015 انقتل أكثر من 70 عراقي. وطبعا منظمة اير وور أكدت بمقتل 26 طفل و22 امرأة كانوا بين ضحايا الغارة الهولندية على الحويجة. فما أدري الجماعة، ما أعرف من وزير الدفاع إلى رئيسة ظاهر كافأوها إلى رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، معروف بأنه العراقيين استاءوا من تصريحاته اللي هي شعرت ما شاء الله يشعرون هواية بالقلق، تقول أنه هذا يهدد الاقتصاد العراقي، بينما دماء الشهداء لم تحرك فيهم ساكنة ولم يقفوا وقفة جدية، إن كان بإرسال لجان تحقيق فعلية على الأرض للتحقيق بمقتل هؤلاء الأبرياء. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.